إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، أقدم لكم تمرين F دالة معرفة على R نجمة F x يساوي AX زائد B ناقص 6 على X، A و B عددين حقيقيان CF، رسمها البياني، عين A و B حيث CF يشمل النقطة A ذات الإحداثية 2 و 0 ويقبل عند A مماس معادلته Y يساوي X ناقص 2. أولا عندنا A 2 0 نعوض لها F X هي AX زائد B ناقص 6 على X، F X هي الترتيبة صفر، x هي 2، 2 a زائد b ناقص 6 على 2، معناه 2 a زائد b ناقص 3. نبحث على المشتقة، مشتقة إذا دالة f x قابلة للاشتقاق في r نجمع يعني ما عدا صفر، إذن A زائد 6 على X مربع. عندنا المماس، المماس هو X ناقص 2، معناه عامل التوجيه هذا هي معناه أن عامل التوجيه هو يساوي واحد، ولكن عند A، عند A 2 صفر واش نلقاو؟ F فتحة ل 2 هي واش ني F فتحة ل 2 هي A هذاك زائد 6 على 4، معناها A زائد 3 على 2، ولكن هذه تساوي 1، معناها A تساوي 1 ناقص 3 على 2، معناها ناقص 1 على 2، هذه A. إذا عندنا A عوضها لهنا، A نعوضها لهنا، ولينا 2 a زائد b ناقص 3 يساوي 0، b تساوي 3 ناقص 2 a، معنى 3 ناقص 2 مضروب في 1 على 2، يعني 3 زائد 1 4. إذا عندنا a، عندنا b لهنا هذه قيمة تاعو، وعندنا a نعوضوها في الدالة، ولينا f x a هي وشني ناقص 1 على 2 x زائد 4 تاع b ناقص 6 على x، هذه هي الدالة نهائيا.